بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الناس سألني في بعض الدروس وقال لي: ما الفرق بيني وبين النبي؟ كل الموضوع أن الوحي كان بينزل عليه بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. قلت له: هو ده الفرق، أن الوحي كان بينزل على النبي بس؟ قال لي: آه. قلت له: طب تعالى نبحث سوا أنا وأنت بس، شوف نسرد صفات سيدنا الرسول وشوف انت اي صفة شبيهة بصفات النبي. امك لما حملت بك ماذا جرى؟ قال لي: لا ادري، انا مش عارف امي لما حملت بي ايه اللي حصل، هو انا كنت مدرك؟ قلت له: تسألها، اسألها وشوف. قلت له: معلوم أن السيدة إذا حملت في أول الحمل ترى مرائي مفزعة، بيحصل لها عملية القيء والترجيع لمقدمات الحمل والحالة اللي بتحصل. قلت له: أم سيدنا رسول الله كانت تستمتع كل ليلة من ليالي حمله بمشاهدة أحد الأنبياء والمرسلين يبشروها بأن الذي حملت به هو سيدهم وأستاذهم. ولما ولدت أتدري ماذا جرى وأنت تولد؟ قال لي: ما أنا بشوف لعياله تنولد بينزل معاها دم وكذا. قلت له: رسول الله لما ولد خرج معه نور، رأت أمه قصور بصرى ببلاد الشام على هذا النور. اللهم صل على محمد. قلت له: لما ولد رسول الله في مكة المكرمة بلد الله الحرام، أحيطت مكة بكوكبة من الملائكة بقيادة جبريل. إبليس لما حس إن في خطر جاء يركض، قابله السيد جبريل وضربه بالرجل بالشلوت، اداله شلوت وداه عدن من مكة إلى عدن. قال له: مهلني فإني من المنظرين، لأن الأكوان كلها تحتفل ليلة مولد رسول الله. شو الله يحتفل بميلاد حبيبه. شوف المعجزات اللي حصلت، نكست الأصنام وإيوان كسرى تصدع وبحيرة سوى، كل هذه المعجزات للتنبيه على أن مولود الليلة مولود غير عادي. قلت له: تعالى بقى للصفات، أنت لما بتمشي أليس لك ظل؟ قال لي: آه لي ظل. قلت له: رسول الله لم يكن له ظل. قال لي: ليه؟ ليه ما كانش له ظل؟ قلت له: أولا حتى لا يطأه الناس بأقدامه، لأن الناس وهي ماشية في الظل ممكن واحد يدوس على دماغ واحد وهو في ظله، فحتى ينزه الله حبيبه أنه لا ظل له حتى لا يوطأ بالأقدام لم يكن له ظل. هذه أولا. ثانيا، معروف أن النور الضعيف له ظل في النور القوي، ونور النبي نوره أقوى من نور الشمس والقمر، يعني المفروض الشمس والقمر لهما ظل في نوره صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلت له: أنت لما بتمشي أترى من خلفك؟
قال لي هو انا عارف اشوف من قدام لما هشوف من ورا؟ قلت له طيب، حضرة النبي كان اذا مشى يرى من خلفه كما يرى من امامه. وانشدت له الابيات دي: خص نبينا بعشر خصال لم يحتلم قط وما له ظلاله، والارض ما يخرج منه تبتلع، كذلك الذباب عنه ممتنع. يرى من خلفه كما يرى من امام، تنام عيناه وقلبه لا ينام. لم يتثاءب قط وهي السابعة، ولد مختونا إليها تابعة. يعلو جلوسه جلوس الجلسة، صلى عليه الله صباحا ومسا. تعرفه الدواب حين يركب، تأتي إليه سرعة لا تهرب. صلوا على محمد وآل محمد. قلت له حضرة النبي كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. قال لي عجيبة، إزاي؟ قلت له هي دي خصوصية، الله تعالى توج قلبه الشريف بنور يرى به من الخلف كما يرى من الأمام. دي قضية مشهورة يا أحباب. جد بني مروان عليه لعنة الله كان يمشي مشية يستهزئ فيها بمشية النبي. خلى سيدنا النبي ماشي هو أعمى في عينه، فكر إن النبي مش شايفه من الخلف. خلى النبي ماشي الحكم أبو مروان عليهم لعنة الله جميعا، وأخرج لسانه استهزاء بحضرة النبي. الرسول هو ماشي لم يلتفت، أنه كان لا يلتفت صلى الله على حضرته وآله الطيبين الطاهرين. وهو يمشي قال له: فض الله فاك، فض الله فاك. فسقطت أسنانه كلها. مرة مشي برضو كده يتهزهز كده على أنه بيستهزئ بمشية النبي، فقال قال له النبي: كن كذلك. فضل ماشي طول حياته على هذا الحال، شلل كامل ويمشي بقى يتمرجح ما هوش عارف يمشي بسبب استهزائه بحضرة النبي.